بكره برضو في الاجتماع ممكن يبقى فيه قرار، والاتحاد الكره بيشوف صحه الاوراق بتاعت اللعيب بتاع نادي العبور وعشان يحسم قراره يبقى الموضوع 100%. النهارده وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كرم علي زين، وانا زعلان ان علي زين ما خدش التقدير والتكريم الكافي الفتره اللي فاتت. يعني حتى علي زين كان زعلان اليومين اللي فاتوا انه بيلعب في نادي برشلونه الاسباني، فريق الهاندبول او فريق كره اليد في نادي برشلونه، وخد دوري ابطال اوروبا مع نادي برشلونه، وكان في اتصالات ان يتم استقبال علي زين في المطار. لازم نستقبل لعيب زي علي زين، ده لعيب عالمي، يعني زي محمد صلاح كده في كره القدم، علي زين في كره اليد وبيلعب في نادي كبير نادي برشلونه، وكسب دوري ابطال اوروبا لسه من خمس ست ايام. فحتى علي زين كاتب اهو على صفحته ده في امبارح في تويتر: من المحبط ان يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري ابطال اوروبا وبقى وكده، ويتم تجاهلك تجاهل تام وما تلاقيش اي حد يستقبلك في المطار، وده برغم استفسار وزاره الشباب من اتحاد الهاندبول يعني لمعرفه موعد وصولي لاستقبالي. فكان زعلان جدا، جه المطار ما لقاش حد مستقبله. لكن النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عمل تكريم وكرم علي زين، ان علي زين احد اللعيبه العالميين دلوقتي في كره اليد، وعمل انجاز كبير وهو الفوز مع نادي برشلونه بدوري ابطال اوروبا. هو علي زين مع المفتي ومع وزير الشباب والرياضه وبعض المسؤولين، وكان مؤتمر يعني اتعمل مؤتمر كده بس مش لعلي زين يعني بالذات، لكن هو تم دعوه علي زين في حضور وزير الشباب والرياضه وفي حضور من خلال المؤتمر اللي تم يعني. فاحنا كمان بنبارك لعلي زين. وعلى فكره علي زين سافر الجزائر النهارده عشان يلحق ببعثه منتخب الهاندبول في دوره الالعاب في البحر المتوسط عشان يكمل البطوله مع منتخب الهاندبول، ان علي زين من اللعيبه المهمه جدا جدا في منتخب مصر. وعلى فكره برضو علي زين عقده انتهى مع برشلونه الاسباني، وهو حتى المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه بيستقبل علي زين النهارده ده في الجزائر. على فكره استقبال علي زين في الجزائر بيهنوه اهو على فوزه ببطوله دوري ابطال اوروبا مع برشلونه، ويعني لا يعني علي زين برضو استعجل شويه، ممكن هو كان عايز حد يستقبله في المطار لكن الناس كلها مستقبلينه. هو ده استقبال في الجزائر النهارده لما علي زين سافر الى الجزائر عشان يلحق منتخب الهاندبول هناك. فاحنا كمان بنبارك لعلي زين وبطل من ابطالنا، وهينتقل لنادي ستيوا بوخارست، ستيوا بوخارست الروماني في الموسم القادم هيلعب علي زين في نادي ستيوا بوخارست الروماني لكرة اليد.